يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. إلى موضوع آخر، يتخوف السكان حي محي الدين عبد الله بولاية غليزان الذين يقطنون بيوت هشة تعود للعهد الاستعماري، يتخوفون من خطر الوادي الذي يهددهم ويشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم. المزيد في تقرير حمزة زروقي ونجمة كرشة. بهذا الحي القصدير الذي قد يصلح لأي شيء إلا أن يكون مأوى للبشر، ببلدية يلل بولاية غليزان تعيش عشرات العائلات في بيوت مهددة بالانهيار وخطر الوادي المحاذي لسكناتهم. شحال رانا من عام هنا قاعدين في الضيق، من 50 عام ملي كانت الثورة رانا قاعدين هك. دابا من شاف الدائرة والمير يساعدونا في السكنة، رانا مغبنا خاصنا السكنة في قرب وقت. البرد فينا، الريح فينا، القطرة فينا، كل شيء فينا، لأن عايشين مع الطوانب، كل حي راهي فينا، تشوفوا في سكنتنا كي راهي داير. الواد هنايا المزبلة حاشاك وكاع، التلاميذ احنا عندنا هادو كاع راهم مرضى، راك فاهمني؟ خطر حقيقي يهدد حياة السكان بعد الأمراض التي ألحقت بهم زيادة على تشوه النسيج العمراني. الوضعية الكارثية للحي جعلتنا نتجه لرئيس دائرة يلل للاستفسار عن الوضع. انطلقنا يعني مباشرة في دراسة الملفات، وعندنا 1050 ساكن اللي راهي في طور الإنجاز، منها 302 جاهزة. عندنا ربما راكم رحتوا لحي عبد الله محي الدين، حي عبد الله محي الدين، وسجلنا 92 مستفيد اللي غادي نرحلوه ونهدمه مباشرة، الترحيل والهدم تاع السكن الهش اللي راه فيه. سكان حي محي الدين على أحر من الجمر لترحيلهم من هذه السكنات الهشة التي أصبحت لا تتسع لهم بالنظر للنمو الديموغرافي الذي يشهده الحي. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.